صباح الخير البنيات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ بوينو، حنايا في السونتر ديالنا ياك في لا تركي، اللي كيصوبوا الضفران كيصوبوا الرجلين، كاين عندنا الماء. شوفوا البنات، هنايا البلاصه ديال بيلينغ واخا وديال لي زاباراي هادو اللي كنصوبوا فيهم الحرق ديال الدهون. واخا ريكم غادي ندخل عند السيدة حنايا سوقيات، والسيدة اللي كتصور هنايا تما كنصوبو لاصي، وهنايا كنصوبو لي سوان دي فيزاج. وينو هنايا كنصوبو الضفران، كنصوبو سوان دي فيزاج، كنصوبو الشفران، كنصوبو ميكرو بلاندين، كنصوبو داكشي كامل كامل اللي نتوما كتبغيو البنيوتات. عليها انايا كان انحط تليفوني هنا، كتشوفوني؟ المهم علاش انايا كان اعرض عليكم البنات جيو عندي، اللي عندنا انا غادي ندير واحد لا سيسيون، انا غادي نوريكم دابا واخا لا سيسيون اللي غادي ندير على البشره ديالي. ديما كنديرها مره في الشهر واخا كنجي لا تركي وكنديرها، سميتها بيلينغ، بيلينغ كربونات. بيلينغ كربونات شنو كيدير؟ كيحيد التصبغات، انا عزيز عليا البشره ديالي تكون نات ما فيها حتى شي حاجه. وغادي ندير اللازر للدراعي هنايا، هي اللي باقي عندي صغار في الجسم ديالي، غادي نوريكم حنايا كنديروا اللازر، كنديروا بيلينغ، كنديروا كلشي، وانتم معايا وغادي تشوفوا كيفاش غادي ريباري ليا الوجه وكيفاش غادي نديروا حنايا البيلينغ. واخا انتم معايا وما تصبروش البنيوتات اللي باغا هذا، نقدر نصوب ليها باك ديال العرس ديالها، ولا دير عندها شي مناسبه ولا شي ايفنت كبير، شي مناسبه كبيره في العائله ولا شي حاجه، نجي مرحبا بها. قد لها في نهار ترجع كتشعل. شوفوا ادياتي ديما كتسولوني ساره عن ما كتصوبي دياتك، عن ما كتصوب دياتك، كنصوبو هنايا كنخدمو، كنخدمو حنايا بلا مارك ديال لندن، فريمون سي مانيفيك البنيوتات. انتم غادي تشوفوني وجهي، حيت الرموش حيتهم، باقي نقيت هذا باش غادي نجددهم. لاباراي ديال لاصر راه كنحيد الزغب ديال دراعي، المهم غادي ندير لكم ديال دراعي، شفتو ديال دراعي غادي نحيدهم، هو اللي باقي ليا. غنشوفو الوجه ديالي اختي وغادي نحيد هذا. هانتوما معايا، وين البنات؟ انا غادي نحيد دراعي وغادي نوريكم، ها نتوما شفتو صافي، بورك انايا كنحيدهم في الجسم ديالي كامل في الاسبان. ولي زاباغاي هايا ياك الخ ديالي اللي باغا تجي دير، يا ربي ندير بحال هذا في الاسبان. هانتوما غادي تشوفو كيفاش غادي تحيدو ليا. صافي البني وكاس حيوا باوي اختي، انا كنحيدو ليا في رجليا راه مبقاش عندي، صافي بقى ليا في دراعي هنايا، قلت والله يسا غادي نحيدو، مبغيتش انا نضرب، جبنيش ابدا. شتو البنات كندير في البيطان ديالي مرة ثانية، انا علاش كنديرهم في الاسبان يا اختي؟ كيورني فيا الور بزاف. المهم بحال هكا كيديرو هذا صاحبو لاصر، ما كيدارش كذوب اللي يقول لكم، ما كيدارش اي حاجه في الجسم كثر، ولكن كتهناي في حياتك كامله بركي جاي الصيف على بنات باهو يا حبيبات. وي 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 شفتو هانتي، شفتو البنات؟ دابا غادي نبداو في الدراع، ها هو شفتو، انا ما كنحملهمش، وانا ما كنحملش البارتي يكون فيها شي حاجه ديال هذا ديال الزغيبات، لا ما بقاش انا مود، وما خصناش نكونوا حنايا العيالات، ما خصناش نكونوا. انا غادي نوريكم البنات، شفتو ما كنحملش. دابا غادي دير ليا هذاك الشيء وانتم معايا. ناري يا البنات، ولكن صاحبتي راه خاصنا نديرو هادشي، ميبقاش ينوض. سمعتوني البنات؟
شتو البنات دابا غادي يبداو غادي نبداو البنات نديرو طق 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 كمل ياك كتريباسي ليا وغادي تشوفوا الكربون اللي غادي ندير فيه وجهي غادي تنقي ليا وجهي واخا وجهي رشاد نقول لكم نقي حيه الشفران حيتهم باش ندير تريتمون الشفراني ياك زعرين شفراني رانا زعره يا البنات وجهي راه نتوما عارفين مع التيراج راه دقي كتخلي ليا نقي ولكن مع السونتر ديالنا عيطوا عليا قالوا لي والو تجي بغينا نتهلاو فيك تستاهلي كتخدمي بزاف قلت لهم الله يكبر بيكم انا جايه ضروري هو البنات كنبركك في راسي دابا كنشوف معاكم كنهضر معاكم صراحه البنات مني في راس صرعوا ليا وفمي كذلك اللي يقول لك حق فمك جاك خايب عاكينه في اسناني خايبين هذه عارفه ولكن فمي ونيفي وين وين انا غادي يلايطو ليا داكشي ديال الكربون وانا معاكم راه كيدوزو لي على رجليا فهمتيني ما شاني نوريكم رجليا رجلي بحال هي وحده بغيت نوريكم ولكن حشمت يا اختي عاوتاني تكتبوا لي في الكومونتير ما بقيتيش كتحشمي حتى انا كنهضر مع العيالات هاد الفيديوهات ديال العيالات الله يرحم بها الوالدين شي راجل غيخرج حسن هادشي ديال العيالات شوفوا البنات تقادلو وصوبوا ليا راسكم شوفوا صحابتي هاد التيراج راه كيفاش خلات ليا وجهي يا البنات وجهي وجسمي كله كنديرها كلها شوفوا البنات ما كاينه حتى شي طبعه في الوجه ولا في الجسم والو يا البنات ما كاينش واخا تقلبي عليا تتشبعي انا درتهم واخا عاودتهم عاوتاني بزغاب ناتورال ديال ميديكان كيديروهم غادي دير ميكرو بلاندي وحده كدير لها هذا ميكرو بلاندي اللي كدير خطير هذه مولات الكحل كدير ميكرو بلاندي خطير هي اللي مصيبه ليا حجباني فهمتوني نشوفوا الحجباني كتصحبوا الزغب ولكن هو ماشي زغب راه هو ميكرو بلاندين زغبة 3D 12 ار دي فهمتوني البنات او مرحبا بكم وقت ما بغيتو مرحبا بكم غادي نكمل لكم انا غادي نوشا للدار نكمل لكم لوطيل غادي نكمل لكم شوفوا البنات لا ما ندير لا ماكياج لا والو شوفوا الطفار كيصلعوهم و شوف راه ما درتش الكربونات مابقاش عندي الوقت 7 ديال العشيه دابا درت اللازر في دراعي فقط يا اختي ويا فين درت في دراعي فهمتوني فقط ما لحقنيش الوقت باش ندير الكربون حتى نهار اخر غادي ندير الكربون